اهلا بكم من جديد مشاهدينا، نكمل كلامنا واستقبل ضيفي كابتن مصر والنادي الاهلي كابتن شريف عبد المنعم. مساء الخير كابتن. مساء الخير يا كابتن، ازيك يا فاروق؟ اخبارك ايه؟ اخبار حضرتك ايه؟ تاخرت عليك؟ لا ما تاخرتش، انت اولويز اون تايم. كابتن شريف، كنت بتحدث عن كلام كابتن حسام بدري في احد المؤتمرات الصحفيه، كان في اصابات في النادي الاهلي واستشهد بايات من القران الكريم وقال بسم الله الرحمن الرحيم وعسى ان تكرهوا شيء، صدق الله العظيم. نادي الاهلي حقق تعادل ايجابي مع فريق الوداد المغربي في ملعب برج العرب، واخذت من هذه المقوله ان وارد ان النادي الاهلي يكون ربنا كاتب له الخير في اللقاء الاخر، والنادي الاهلي عودنا على مدار تاريخه من بدايه غزوه لافريقيا في الثمانينات مع في جيل حضرتك وباقي الاجيال حتى اخر بطوله حققها نادي الاهلي في 2013 لدوري ابطال افريقيا، 8 بطولات لدوري ابطال افريقيا، عمر ما كان لم تكن البطوله دائما في مشوارها سهله. كيف شاهدت المباراه؟ خاصه انك واحد من كبار الخبراء في النادي الاهلي وعصرت العديد من الاجيال، هل كانت، قبل ما اقول لك على المباراه، هل كانت في بطوله في تاريخ بطولات النادي الاهلي كانت سهله بالنسبه للنادي الاهلي؟ بص فاروق، هقول لك على حاجه. بما انك فتحت بحسام البدري وفتحت كده على سخن جدا ان حسام قال وعسى ان تكرهوا شيئا فهو خير لكم، فده فعلا حقيقي. بس من الجميل ان انت لما تعمل عمل وتعمل عمل جيد لازم ان الناس اكيد هتهنيك وهتقول لك برافو. مفيش بطوله بتيجي كده صدفه. مفيش بطوله احنا خدناها كانت سهله بنكسب، كسبنا تنزانيا 5. انا فاكر اللي هي بتاعت 82 اول مره، احنا كسبانين تنزانيا 5 وكسبنا 3 وكسب، كان في وقت غير الوقت اللي احنا فيه دلوقتي ده. البطوله دي مع يعني شكلها كده واحنا فيها مع بنتعادل وبنتغلب وبنكسب وبنتعادل وبنتعادل هنا 2-2 وبنكسب بره وبنغلب بره 2-1 وترجع تكسب 6 ده جمال البطوله الحقيقه. وبعدين انت ليه يعني الوداد المغربي فرقه محترمه جت لعبتك ومدرب محترم وقرا فرقتك كويس، تعالى بقى نخش على فرقتك اللي هي مجهده اجهاد غير عادي، اصابات، لعيب بينزل وبيطلع تاني مش قادر، ودول يعني دول اللي عندنا ودول اللي تقدر تبتدي بيهم او تقدر تحط منهم تشكيله. حسام البدري يعني كفايه الظروف اللي عدى فيها قبل المباراه صراحه، يعني انا ما قدرتش اكلم حسام قبل الماتش اقول له بنتك اخبارها ايه، مش عايز ادخله في المود كله. حسام عارف ان احنا كلنا قلبنا معاه وقلبنا مع بنته وقلبنا مع الدنيا كلها، انما في ظروف انت بتتحط فيها بتاخد اولويات، اولويات بنته طبعا وحياته واسرته وكل حاجه، انما في الوقت ده انك انت تدخله في المود ماشي. الراجل ما غلطش في اي حاجه. هل ترى كابتن شريف ان يعني ككوتش الناس بتتكلم عنه وبتتكلم على سعد سمير وبتتكلم على شيف اكرامي، انا مش شايف اي حاجه حصلت غير من الحكم. يعني انا عايز اخد حضرتك للنقطه حضرتك اثرتها. هل حضرتك ترى ما فعله كابتن حسام البدري باصراره على القياده الفنيه لنهائي دوري ابطال افريقيا وحبه وعشقه لهذا النادي ان ده معنى ودرس ليه الجميع على الحب والانتماء؟ طبعا طبعا، ولو عمل غير كده كنت شفت الدنيا كانت هتعمل فينا ايه والناس كلها كان هيلومه برضه. لا. يعني لا 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 كانت الحمد لله ان هي جت على كده وعدت وان شاء الله تبقى زي الفل وكل حاجه، انما نهائي افريقيا ما انت لازم هتقابل فرقه جامده جدا، بتقابل فرقه ارياك كويس جدا، انت عايز تتهوى، فرقتك دي عايزه تطلع بره الحكايه الاسبوع ده، مش عايز ضغط على عضلاتهم، مش عايز، انت عندك لعيبه بترجع. انا مكسبي الوحيد عبد الله السعيد امبارح، يمكن في الاداء هنقول ايه يعني نص نص، انما ده كتر خيره انه راجل راجع من الاصابه دي. الاصابه دي كنا احنا ايام زمان بتقعد شهرين وثلاث اشهر قبل ما برجع من شد ولا برجع من نعم كان من كان جامد كده في الفتره دي، كانت الفتره دي لسه التقنيات ما وصلتش ليه تخش في عبد الله شد ومزق يطلع لك صالح جمعه نفس القصه اللي هو يعني بيغير البديل والكلام. راجل عندك اسمه وليد ازار وبيجيب ثلاث اجوان وامبارح زي ما يكون يعني في عدم توفيق في حاجات الانفراد اللي كان قدامه كان الكره في حاجات يعني ما هو لعبها الراجل يعني هتعمل لا وهقول لحضرتك حاجه يعني الناس بتلومه طبعا ان هو ضيع بس هو عنده السرعه وعبد الله الصراحه اداها له بدماغه بمنتهى دي كره ضاله يعني اداها له بمنتهى وراح وسبق الناس وصل ده سروب الدماغ يعني بالراس سروب الراس وهو بيعدي الولد وعلى امل ان شاء الله ان في ماتش زي المغرب هناك ان يكون عندهم الحميه والاصرار
انهم يكرروا نفس الحاجه. اتفرجت على فرقتك تاني تايم شكلها عامل ازاي امبارح؟ نعم. حاجه ماسكين وان سايد جيم الفرقه الثانيه بلوك، بتلعب ماتش ملاكمه او كأن ماتش هاند بول 6-0. آه يعني لو المذيع اجنبي هيقول لك ذيس از يعني they are waiting for the knockout، يعني دول مستنيين النوك اوت اللي هتيجي امتى، جايه الضربه الارض منين ومن اي حته. حسام بدري حط كل المفاتيح بتاعته امبارح. في هل في حد على الخط ما لعبش؟ ما عندكش غير محمد هاني ونيدفيد، هم وده مش ماتش نيدفيد خدت بالك، ولا ماتش محمد هاني بوجود احمد فتحي. كان هيحط احمد فتحي في نص الملعب ويخلي محمد هاني، وبيفكروا في التفكير ده عشان ايه؟ عشان يعوض مين في نص الملعب؟ احسن ماتش شفته للسوليه من زمان ما شفتش عمرو سوليه بهذا الشكل. ربيعه عنده برضه اصابه ومكمل 90 دقيقه او 95 دقيقه لحد ما خلاص يعني راجل بيموت نفسه في ولا باصص بقى انه هو لعيب بيحس على نفسه عشان كاس عالم ولا اي حاجه. يعني اللي انا عايز اقوله لك، ماتش جميل امبارح من النادي الاهلي بامكانياته باصاباته وارهاقه الشديد والضغط العصبي والنفسي اللي انت عارفه اللي بيبقى على اللعيبه رايح جاي. طب يعني انا هاخد حضرتك لنقطه مهمه جدا، وحضرتك من الناس اللي اتعلمنا منها ان ما دام المدير الفني قادر ان هو يوصل وفي فرص ضاعت، ده معناه ان هو حقق المعادله اللي اصعب، ان انت ازاي تصل الى مرمى المنافس. اذا هتضيع بس هتجيب بعد كده، يعني وارد انك تضيع، ولكن في الاخير هيحدث انك هتسجل، وده ما اللي عمله مؤمن، وبعد كده توالت الفرص في الضياع. هل النادي الاهلي بمعدل وصوله الى مرمى الخصوم، اذا الكابتن حسام بدري بطريقته ماشي في المسار الصحيح؟ طبعا، وبهني مؤمن زكريا على عودته المستوى بهذا الشكل. راجل بيلعب امبارح زي ما هو عايز بيهم، ويعدي منهم من بالرجل الراجل، وبياخد الكره 1 2 في المقص. كام كره ثانيه ما جاتش فرصه ليه. الدويتو بتاعه مع عبد الله السعيد لم يكتمل، اللي قلت لك عليه ان الثاني راجع من المستشفى ليه. يعني في حاجات كتير ممكن تلاقيها في الماتش الجاي. بنبارك نفسنا على مؤمن، بنبارك نفسنا على عبد الله انه رجع، بنبارك نفسنا على احمد فتحي، ما زال الحمد لله الله اكبر من احسن المدافعين اللي موجودين في افريقيا بل في الوطن العربي كله مش في النادي الاهلي. بنبارك على كل اللعيبه اللي موجوده في الملعب بهذه الحمية وهذا الروح. ما انت معرض انك انت بتلعب ضد فرقه كبيره ومدرب واعد زي ده زي حسين عمودي، ده هو غير راضي عن المباراه، قال لك 1-1 دي بالنسبه لي، شوف الوعي الرياضي، 1-1 دي بالنسبه لي نتيجه عاديه جدا، النادي الاهلي ده نادي كبير وفي اي وقت ممكن يلطني هناك في المغرب. هو فاهم وحاس قد ايه اتخنق، وكان مطالب من لعيبته قال انا جاي اكسب هنا. وانا لما قريت الفرقتين بيطلعوا لنا السكور شيت كده وبنشوف فلقيت بيلعب بطريقه 4-1-2-3، ده يعني مقفل لك الدنيا عليك في كل الخطوط. كل اللي كان موجود منك انت انك انت كنت تعزز الهدف اللي انت جبته. حسيت ان هو طريقته ايطاليه لحد ما في التعامل، ده سموه امبارح بقى عشان طلعت 1-1 كاتالونيه وسموه مش عارف ايه كل الاسماء ابتدت تخش علينا. تحس ان هو بيلعب كاتاناتشو، يعني مقفل وبيلعب مرتد، وهو راح مرتين جاب منهم جول. هو لعب بامكانيات اللعيبه اللي عنده، بثقتهم ان هم ما بيطفشوش الكوره زي كل الفرق لما بيبقى عليهم ضغط. الحقيقه عندهم ميزه، كانوا شايفين بعض، عندهم ثقه في بعض. اللعيب نفسه عنده ثقه ان هو ياخد الكوره ويحاول يعدي من واحد او يحاول يعمل باص سليم. ده المورال بتاعهم اللي خلاهم هم عندهم نفس. انا في اول كوره جت والولد لعبها بكعبه على الخط الاستكشاف في اول دقيقه، في اول كوره ما اتلعبت في الماتش كله اتلعبت، فالتاني استلمها. احنا كنا مدينا لهم فاروق مساحات للاستلام سهله، دي اداتهم ثقه شويه ان هم موجودين معانا في الملعب. انما انت تاني تايم الضغط بتاعك والخطوط بتاعتك لازم تقرب شويه، يعني لازم الديفنس يبقى مكمل شويه مع خط الوسط، مع خط الوسط عشان ما يحصلش كونتر اتاك اللي احنا كنا بنشوفه ده. يعني انت شايف احمد نجيب مش عارف اقول عليه ايه، بيقطع ثلاث كور ثلاث كور. امبارح كان متالق الصراحه ثلاث كور، لا مش متالق بس في قطع يعني الكوره، يعني ده مش متالق بس، ده هو راجل بيرقص وبيعدي وبيعمل زياده عدديه في نص الملعب وبيطلع الاجنحه. يعني بكل اللي بيتكتب عن الديفندر الليبرو او المساك او اي حد، هو بيعمله بزياده، بيعمله بتقنيه اعلى كمان من اللي مطلوبه منه. في ناس ثانيه احنا كسبناها كتير قوي في الملعب امبارح. انت دلوقتي بقى عندك لغه اسمها لغه الشوط من بره، كل واحد بيجرب. نزل عماد متعب جرب واحده، لو يعني لو هي مشيت في وش رجله صح هتخش جول، انما هي خدت جنب رجله شويه وراحت لفه وطلعت على بره. ناس بتقول كتير قوي ان عايزينه ربع ساعه، عايزينه تلت ساعه، يا جماعه ما هو متعب كمان
خد ال 10 دقايق، المره الجايه ياخد ثلث ساعه مثلا او ياخد، وبعدين يبقى ياخد هاف تايم. الناس لازم تفهم موضوع تدريجي مش مجرد دفع وخلاص. الموضوع عشان ادخل في الفورمه وادخل في الماتشات وادخل، مش ان انا استقبل كرة على الخط ال 18 وكمان لا، بس ده في اللعيب بيعمل سبرنتات قصيره قوي في الملعب بتديه بتكسبه سرعه ان هو ما ياخدش باله بعد كده ان هو خلاص فتح نفسه وفتح في الملعب. وفتحه النفس دي عايزه امكانيات وعايزه لعيبه تبقى جاهزه. اللعيبه بتاعتنا امبارح خايفه، اللعيبه امبارح خايفه تعمل اي مجازفه تتقطع، لانه شافوا ان الكونتر اتاك عندنا رهيب جدا وبتتقطع، يعني اللي بيخافوا منه بيحصل. كره معندك في وسط الملعب، ده الهدوء كمان اللي حصل في نص الملعب ما شفتوش فرقه الاهلي بقالي فتره. يعني الكره بتخش بيلعبوا الكره هيشوط يروح لعبها بكعبه لزميله، زميله يعمل يروح عاملها مصلحها لزميله الثاني عشان تخبط في الباكات وتفضل تخبط فيهم عشان الكره ما تخشش. يعني هنقول ايه تعويذه؟ هنقول عليهم بيعملوا سحر؟ لا مش هنقول كده، مش هنقول الكلام ده. بس كابتن انت غير موفق امبارح. غير موفق، وحتى يعني كابتن، طب احنا معنا على الهاتف كابتن ياسر عبد الرؤوف الحكم السابق طبعا للكره المصريه. مساء الخير يا كابتن ياسر. مساء الخير يا كابتن فاروق، وتحياتي ليك وتحياتي لكابتن شريف. تحياتي كابتن ياسر، وحشنا. الله يخليك يا كابتن، حضرتك الله يخليك. كابتن ياسر، حضرتك اكيد شاهدت اللقاء، الحكم بامالاكي تسيما الاثيوبي، كيف رايت اداؤه خاصه ان في ضربه جزاء واضحه كالشمس لوليد ازارو، وما هي امكانيات هذا الحكم حتى يسند اليه انه يحكم نهائي دوري ابطال افريقيا؟ والله بص يا كابتن فاروق، هو طبعا في البدايه الاول لازم نهني لعيبه الاهلي وجهازه على الاداء. النتيجه ان شاء الله هم قادرين ان هم في مباراه العوده ان شاء الله ان هم يعوضوا النتيجه دي ويعملوا نتيجه ايجابيه ويرجعوا بالكاس ان شاء الله. بص يا فاروق، هو طبعا احنا لما نيجي نتكلم على الحكم دايما بنقول ان المباراه النهائيه تحديدا تحتاج حكم من العيار الثقيل. اكيد. تحتاج حكم من الاسماء اللي هي معروفه حتى بالنسبه للعامة. نعم. سيبك من المختصين، يعني حتى الحكم اللي او الناس اللي في الشارع تبقى عارفه اسم الحكم. نعم. الحكم بتاع النهائي يعني انا بعتبر ايه؟ هو من حكام اللغبه طبعا. ومن الحكام المعروفين في افريقيا، ولكنه مش من حكام الصف الاول. مش الدرجه الاولى، مش من الليفل الاول يعني. بالظبط كده، يعني مثلا مش زي جسامه، مش زي اريك توجو، مش زي اليوم. المجموعه دي الفتره اللي فاتت تعبت كتير قوي. يعني هتلاقيهم مره بيلعبوا للاهلي ومره بيلعبوا للوداد، نفس الوضع برضه جهاد. يعني في اربع خمس حكام في افريقيا بقى لهم اكتر من دور بيشتركوا بصفه دايما. فانا يعني اللي انا شايفه ان لجنه الحكام الافريقيه اتزنقوا، وفي الاخر هم بقى عندهم زي ما احنا بنقول اربع ماتشات في النهائي محتاجين لها اربع حكام وقال. اللي انا شايفه لا، هم ما وصلوش المعدل، بدليل ان جسامه هو اللي هيلعب ماتش العوده، وجسامه تقريبا بقاله يعني ثلاث اربع ماتشات ولا بيلعب النهائي. طب استاذ كابتن ياسر معلش انا اسف، في حاجه مهمه جدا. يعني ايه لجنه التحكيم، رئاسة لجنة التحكيم في الاتحاد الافريقي اتزنقوا؟ يعني دي كلمة بالنسبة لي. امال هو بيعمل ايه؟ ما هو شغلته ان هو يرتب ويحضر ويبقى دارس اوراقه، عارف الحكام بتاعته الرانك بتاعها ايه او مستوى ادائها ايه، عشان لما اجي المرحلة النهائية ودي اقوى بطولة قارية على مستوى الاندية اكون مجهز نفسي في ان انا ابعد نفسي عن المشاكل. انا معاك في اللي انت بتقوله، ولكن بقول لك ارجع للتعيينات هتلاقي الكلام اللي انا بقوله ده. يعني مثلا الاهلي لعب الترجي، هتلاقي اليوم هو اللي كان الرابع امبارح. جسامه لعب ماتش مصر والكونغو والنهارده برضه هو بيلعب الاهلي. جهاد لعب ماتش تصفيات كاس عالم وراح لعب الافريقي وسيو سبورت. هي انا شايف ان هم تلات اربع حكام هم اللي بيلفوا. يعني كابتن ياسر، انت راضي عن المصري بدا يتعمل برضه في قطاع افريقيا؟ كابتن ياسر انت راضي عن طبعا خلينا نتفق ان ركله الجزاء بتاعت امبارح ما اتحسبتش لازارو، يتفق عليها العامه قبل المختصين. ده ضربه جزاء صحيح واضحه كالشمس. طبعا ركله جزاء ما فيهاش فصال وما فيهاش كلام وما فيهاش يعني ايه حتى اي مبرر. الراجل زود رؤيته مفتوحه، الكوره طولت من المدافع حاول ان هو يطلعها مره ثانيه، ازارو سبق ولمس الكوره والمدافع شاط رجله. طب كابتن ياسر، هو كان قريب وحتى زاويه الرؤيه بالنسبه للمساعد ما كانتش مقفوله، يعني ازاي؟ برافو عليك، لو قلنا هو نظره خانه وما عرفش مين اللي وصل للكوره الاول، المدافع ولا المهاجم، فكان لازم يعاونه المساعد، خاصه ان هو اتدخل في اكتر من لعبه. يعني المساعد رقم واحد تحديدا
اتدخل في اكتر من لعبه، ولو رجعت لهم هتلاقيهم معظمهم كانوا على المهاجمين. كلهم نعم. متعودين على كابتن ياسر. احنا الاربع ماتشات اللي فاتوا الحقيقه احنا تبلدنا، احنا متعودين على التحكيم ده بصراحه. انت اديك شايف، وانت ايه رايك؟ انا مش عارف يعني، ده مش الراجل بتاع امبارح بس، ده انت احنا اتكلمنا في القصص دي. وعايز اقول لك برضو ايه يعني، انا مش عايز اكون متشائم. الدنيا كلها بتقول دي مباراه نهائيه، والاتحاد الافريقي بالكامل هيكون موجود، وممكن يحضر رئيس الاتحاد الدولي والكلام ده كله، ولكن برضو ايه، انا متخوف شويه وقلقان شويه، لان جسامه هادي قوي يعني. جسامه اللي هيلعب الماتش الجاي هادي قوي زياده عن اللزوم. وطبعا احنا شفناه في مصر واوغندا كان رائع، ولكنه برضو مستواه مش اللي هو ثابت كل الماتشات، لا ممكن شويه تحت وشويه فوق. بعدين برضو كابتن هيلعب بعديها المغرب وكوتوفار في التصفيات. الايه يا كابتن؟ هيلعب بعد لقاء الاهلي والوداد ماتش المغرب وكوتوفار في تصفيات كاس العالم. وخلي بالك المغرب وكوتوفار ده الخطوه الاخيره للفرقتين يعني، ده ماتش فيصل لازم يكسبه. وده برضو نوع من انواع الضغوط هتبقى موجوده على الحكم. يعني برضو ده الحكم برضو هيبقى حاطه في دماغه الماتش تقريبا بعد ماتش الاهلي باسبوع. فده اللي انا بقوله، هو التكرار بتاع الحكام هو اللي عامل لنا احنا الازمه دي، وعامل للكاس الازمه دي. الاخطاء كتير، المستويات يعني رجعنا 20 سنه ورا، يعني كنا بنشوف الكلام ده. ما هو كابتن ياسر بهذه التصريحات، هذه التصريحات حضرتك راجل من حكام النخبه وعندك رؤيه على المستوى العام، وحضرتك نقلت لنا ان دلوقتي لجنه التحكيم في الاتحاد الافريقي فجأة اتزنقت وصحيت من النوم، ايه ده انا عندي دوري ابطال افريقيا ونهائي، والراجل في ملاك تيميا ده بتاع اثيوبيا ربنا ما يوفقه، فجأة كانت الهند وراحوا جايبينه عشان يلعب اللقاء، والموضوع كده دخل فيه شوية دربكة. طب الدربكة دي يتحملها الاندية والمنتخبات؟ خد بالك برضه يا فاروق ان الماتش اللي فات بتاع الاهلي اللي هو لعبه ايريك توجو من جنوب افريقيا، تمام، ما كانش هو اللي كان محطوط فيه. نعم. اللي كان محطوط فيه كان دانيال بينيت. بعد ماتشنا مع اوغندا في اوغندا والمستوى اللي ظهر فيه الطقم كله، فقام مغيرين الطقم كله. طب لمصلحه مين يا كابتن اللي بيحدث ده؟ يعني اللغط اللي عمال يعني بيحدث في داخل اوراق لجنه التحكيم في الاتحاد الافريقي، لمصلحه مين يعني؟ برضو الحكم فملكة سيمبيا كان عندنا برضو تقارير بتفيد ان هو لم يكن هو الا مرشح للقاء الاهلي والوداد، وتم تغييره في الاونه الاخيره. طب ايه لمصلحه مين اللغط ده؟ لا هي المعلومه طبعا دي انا مش عندي، اذا كان هو كان محطوط من الاول ولا هو اتغير، ولكن انا عايز اقوله ايه يعني، خلي بالك ممكن ما يكونش الكلام اللي انا بتكلم فيه ده كله متعمد، ولكن هو اخطاء متراكمه للشغل. فوصلنا في الاخر للمرحله دي، وصلنا في الاخر لمرحله ان احنا النهارده بنلعب في كاس عالم بحكم هو اللي بنلعبه لنفس البلد بعديها باسبوع، والكلام ده كان بيتراعى يعني، الكلام ده كان بيتراعى عشان ارفع الضغوط عن الحكم. يعني انا مشفق برضه على جسامه عنده ماتشين مهمين جدا، نهائي كاس افريقيا ويعتبر ماتش نهائي لدخول كاس العالم، واحد انديه واحد منتخبات. نعم. ظرف اسبوع لنفس البلد. والمغرب مش من البلاد اللي هي صغيره في افريقيا كرويا، لا. لا مفيش كلام، مفيش كلام. البلاد اللي ليها اسم وليها باع. يعني انا اتمنى ان يعني تصريحات النهارده كان الاستاذ طبعا الكابتن مصطفى مراد فهمي كان له تصريحات اليوم، وقال انا يعني تعاملت مع الكابتن يحيى حياته في الاتحاد الافريقي كثيرا، واكثر شيء حاولت تغييره ولكن لم نستطع هو الارتقاء بمستوى التحكيم، وكلام حضرتك بيؤيد هذا الكلام الصراحه. ما بص برضه يا كابتن، عايز اقول لك ايه، في فتره بتيجي من الفترات سواء على اي بلد من البلاد او على اي منتخب من المنتخبات، بتلاقي ان جيل اللعيبه الموهوبين بيقل. نفس الوضع حصل في افريقيا، الموهوبين كحكام قلوا. بدليل النهارده احنا مش عارفين نحفظ اسم 10 حكام على بعض. طب وليه يا كابتن ده ما بيحصلش في دوري ابطال اوروبا؟ هقول لك، الاعداد الجيد والاختيار من البدايه الجيد والمتابعه والتطوير الدائم، قاعده اوسع. هو كابتن شريف بيقول القاعده اوسع. اصل احنا يعني لما بنتابع دوري ابطال اوروبا وبنبقى شايفين مستوى التحكيم من اول دور المجموعات بيبقى الوضع مختلف، بتبقى شايف حتى، بص يا كابتن ياسر، اخطاء التحكيم دائما وارده، ولكن لما تيجي وهتفضل موجوده وبتحدث، ولكن لما تيجي تحط لي او تعين لي حكم في لقاء مهم، لقاء مصيري، لقاء نهائي،
لا نرى ذلك في نهائيات دوري ابطال اوروبا، لان بنبقى حتى لما الحكم بيبقى معين وبيخطا بيبقى باين ان ده مستواه على مدار الموسم عامل ازاي، ويعني نتيجه الى ذلك يتم اسناد المباراه النهائيه بالنسبه لي. واساس الاختيار ان انا اكون مهيئ له الاجواء الصحيه ليه هو. يعني ببقى رافع عنه الضغوط ورافع عنه الحرج ورافع عنه الشبهات ورافع عنه كل حاجه. وبعده عن الفرق لفتره. عشان في الاخر لما يلعبهم ما يبقاش في تاريخ مسبق مع اي فرقه من الفرق. يعني انا برضه عايز اقول لك حاجه لو انت لاحظتها، احنا بنتكلم امبارح ان نص الفرقتين تقريبا عندهم انذارات. نعم ده حقيقي. ولو كانوا خدوا انذار ثاني ما كانوش هيلعبوا المباراه النهائيه. وما فيش انذارات طلعت الا فين وفين يعني. طلع انذارين تقريبا او ثلاث انذارات تقريبا، ثلاث انذارات والثلاثه كانوا للوداد. الثلاث لعيبه ما عندهمش انذار قبل كده. يا كابتن ياسر، احنا لما بنلعب هنا في استاد برج العرب مع اي فرقه في ماتشات افريقيه دي الثاني تايم بنلعبه 70 دقيقه. انا وبعدين يجي يديك 3 4 دقائق وقت ضايع، انا مش فاهم الحكايه دي. الجول يقعد ياخد له 5 6 دقائق. لعيب شفته انا امبارح، انا كنت في الملعب، وقع هناك عندنا في الملعب، بعدين مشي لغايه نص الملعب، فما لقى الكوره معانا راح رامي نفسه وقع تاني، راح موقف الماتش وراح رايح له وجايب الفرقه، ودي بتاخد لها 3 4 دقائق. انا مش عارف دي انتوا بيحسبوا ازاي حكايه اضاعه الوقت دي، وانا مش عارف ازاي العب انا رايح مني ربع ساعه في تايم واحد على ارضي، وانا هناك لما بروح اي حاجه بشوف الرادع قوي جدا عليا، بشوف ضربات الجزاء. يعني انا الكره اللي الراجل حطها بره بتاعه الترجي واكرامي طاير عادي، المهم رجله جت يعني في حسب الكره بعد ما خرجت من الملعب حسب ضربه جزاء، لان النيه مبيته. انا بتفرج على الحكام نيتهم مبيته. الراجل اللي اسمه ازارو ده بيتكنس هو والكوره وبيطير من على الارض وبتعمل كونتر اتاك عليا وبتيجي جول فيا، الجول اللي هو بيهددني دلوقتي وقلب نظام الماتش كله. ان انا كنت بلعب على 2-0 و3-0، النهارده بيلعبني ان انا حتى لو 2-1 نتيجه غير مرضيه. فزي ما يكون في هدف جاي علينا، انا ما اعرفش انت حاسسها معايا ولا ايه من 3 4 ماتشات فاتوا. لا هو طبعا انا زي ما بقول لحضرتك، هو مش قصه تربص ومش قصه اتجاه عام للحكام، ولكن انا بتكلم في امكانيات. انا بتكلم في امكانيات حكم او قدرات حكم، انما اكتر من كده لا ما اقدرش. طب كابتن ياسر، تتفق ان الكره الاولانيه الهدف الاولاني للوداد هل هي مخالفه واضحه لوليد ازارو؟ لا بالنمط اللي هو حكم فيه الماتش لا، يعني هو في لا انا من وجهه نظر حضرتك، انا ما بتكلمش على ما خلاص ما احنا عارفين تحديدا. لا الكره دي تحديدا لا ما فيهاش حاجه، الراجل وصل للكره الاول والاحتكاك اللي حصل بعد كده ده احتكاك طبيعي. يعني ده نتيجة ان هو التاكلينج بتاعه، فده احتكاك طبيعي. ده احتكاك طبيعي، ولكن ضربة الجزاء ما فيش كلام، نو كومنت. باين. لا 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 يمكن يختلف عليها يعني اثنين. وزي ما انت قلت يا كابتن فاروق، كان لازم لو هو ما اداش قرار وما شافش، كان لازم مساعد رقم واحد كان لازم يتدخل ويقول. كابتن ياسر عبد الرؤوف، كابتن طبعا مصر في التحكيم والمحكم الدولي السابق، نشكر حضرتك شكرا جزيلا. كلام باين ان في لغط يا كابتن في الاتحاد الافريقي. هو تحكيم بس التحكيم. هو تحكيم بس. انت شفت بطوله افريقيا اتلعبت على ملعب شكله عامل ازاي؟ ضيع 8 لعيبه من العالم كله. افريقيا راح منها 8، من مروان محسن بتاعنا جاله كارتش لحد النهارده بيلم نفسه عيني وعايز يخش جوه الفرقه ويرجع تاني. امال الفلوس دلوقتي اللي احنا محتاجينه، الفلوس اللي بتتصرف على الدول اللي بتبقى بتنظم البطولات وتطوير التحكيم ولجان، وتسمع على لجان. احنا مش جايين نهاجم بس الاتحاد الافريقي، ولكن احنا ما بنهاجمش الحقيقه. لا حاجات ملموسه، انا لحد دلوقتي انا مش شايف اي تطوير فيها. يا فاروق احنا ما بنهاجمش، احنا بنتفرج وبنشوف حاجات. انت النهارده بتقارن نفسك ببطوله كبيره زي دي، انها على المحافل الدوليه بيقولوا ان بلاتر جاي يتفرج على الماتش اللي جابينه ضيف اللي هو بتاع افريقيا ده، ورئيس الاتحاد ومش عارف مين قاعدين ورئيس الاتحاد، كل الناس جايه تتفرج على الفاينل بتاع افريقيا. ما في اهتمام قوي بافريقيا دي، ازاي بيلعبوا على ملاعب شكلها ده؟ انت بتروح تلاعب فرق ثانيه على ملاعب يقول لك ايه؟ لا انا اعتذرت عن الملعب ده وهاخدك 160 كيلو زي ماتش غانا اللي هيحصل لنا الفتره الجايه. البطوله انتهت وانت الحمد لله اتاهلت، انما انت ما كنتش متاهل كان هياخدوك في حته ثانيه بعد الاتحاد الافريقي يقول لك انا موافق على الكلام ده. تيجي انت عندك ماتش يوم الاحد يقول لك لا خليه يوم السبت. هو في ايه؟ انا مش فاهم. مع ان يعني الناس شكلها احنا واقفين جنبهم كويس قوي وما قصرناش في اي حاجه، ومفروض ان دي يعني سياسه، يبقى عيش حياته بقى كان سياسته. مش عارف اقول ايه يعني. هو الصراحه باللي احنا شايفينه وبكلام كابتن ياسر
ولجنه تحكيم في الاتحاد الافريقي مفروض عليها الاعداد، وبيبقى في حاجه اسمها البلاننج والاستراتيجي، يعني انا ازاي بعمل خطط في المستقبل. ان انا شايف ان في كوادر كبيره جدا زي كيم لي شونج، حكم موريشيوس، كابتن جمال غندور، كابتن عصام، الناس التقال اللي كانوا شايلين لي في افريقيا. ليه ما عندناش مشاكل مع الحكم المصري؟ انا مش عارف يعني. ليه ما فيش اي مشكله؟ نطور ما حصلت مشكلنا واحده مره في كاس العالم على كوره، فضلت بقت علامه في جبيننا احنا وراح بعديها اليورو يعني. وراح اليورو بعد كده اليورو يعني الحكم الوحيد اللي حكم فيه ده دوري ابطال. وما عندناش مشاكل، وبيحكم لايطاليا وبرازيل، وبيحكم في فرق جامده جدا. احنا ليه الحكم المصري كمان يعني مفيش اي مشاكل؟ هو كابتن جاد جريشا يعني هو الاوحد حتى الان في يعني المشاهد الافريقيه زي ما كابتن ياسر عبد الرؤوف، ولكن التحكيم صراحه احنا تعبنا مع ابي ماهي كرئيس لجنه التحكيم. لا صراحه لا لا. انا تعبت انا وانا بتفرج حتى على الماتش كحد متفرج يعني، انا بتعب نفسيا تعب. امال الاجهزه الفنيه على الخطوط بتعمل ايه؟ يعني اللعيبه في الملعب كان الله في العون، يعني لعيب جاي متعور وما بياخدش حقه، يعني بيداس فيه لعيب ينزل متعور وبيكمل، ما يداس فيه يخرج تاني، مفيش اي رادع، مفيش اي حاجه. اول استلامه كابتن الوليد سليمان على وش رجل، على الانكل، حتى الحذاء بتاعه اتقلع بره يعني ولا اي حاجه، وبيجري على طول اللعيب بيكلمه. كان في لعيب بيلعب سيرد باك اللي هو نزل مكان الراجل اللي كان موقوف ده، بيتكلم معاه عادي، قال له مش عارف ايه، تحس ان في تعاون وفي ود وفي فهم للغه، وفي كانوا فرنساوي مع بعض ولا بيتكلموا ايه، انا مش فاهم. فاهمني؟ انا مش فاهم بتتكلم انجلش يعني. انا مش فاهم يعني ده بيتكلموا ازاي، وبيراضي الناس كلها، والراجل المساعد مدرب بيتوعد له ويعمل له بصباعه كده وعادي جدا. ما اعرفش انت اي مساعد عندك بيتكلم، تحس ان احنا في حاجات، هل هي ثقافه من عندنا قليله؟ هل احنا ما بنعرفش ناخد حقنا؟ قال ايه؟ انا مش عارف. والله يا فندم ما هو مش قصه ما بنعرفش، احنا بناخد حقنا بمجهودنا بالملعب، هو ده اللي احنا. وانا كنت لسه هتسال حضرتك، النادي الاهلي افريقيا على مدار تاريخه وعلى مدار بطولاتكم، يمكن حضرتك يعني عاصرت جيل من اكثر الاجيال موهبه في تاريخ الكره المصريه والافريقيه، وكانت بطولاتكم من بطوله 82 مرورا ل 83 وصلتوا فاينل ولم يحالفكم التوفيق، وبعد كده 84 85 86 ابطال افريقيا لكاس الكؤوس، ثم 87 ابطال الدوري. اكيد كان في مشاوير يا كابتن شريف كانت صعبه جدا، وكان في مباريات حتى في الذهاب هنا في مصر ما كنتوش موفقين، ورجعتوا وحققتوا الفوز بره. انت فاكر احنا جت علينا وقت احنا كنا لا يوم ما بنروح نتعادل بره ارضنا، ده انجاز كبير جدا مع تفاوت والفوارق بيننا الفرديات بتاعتنا وبتاعتهم، الا الملاعب كمان. احنا كنا بنلعب على ملاعب رمليه فيهم شويه نجيل قد كده، وهم بلدهم كلها ريننج يعني كلها امطار، كلها امطار وكلها طم وكلها كل حاجه، ويجوا على ملاعب الكوره، احنا بنلعب على ملاعب استحاله يتبص عليها باصه واحده، ولو نزلت المطر كمان يبقى المطر فوق الحذاء بتاعك وانت بتلعب بركه. مش بنرجع من هناك مغلوبين 2-0، مغلوبين 1-0، مغلوبين 3-1، بنكسب هنا 5. اذا في فارق كبير قوي بيننا وبينهم، هم حاسين بينا. في عز بطوله 2006 و2008 و2010 ايه عملت فيهم ايه؟ بيلعبوا كانوا على ملاعب كويسه، جنوب افريقيا بتلعب على غانا بتلعب على ملاعب كويسه، كنا انما ايه البطوله الاخيره دي احنا لو بنلعب، واضح لفرقه النادي الاهلي وفريق مصر اللي بيلعب على ارض كويسه بيتفوق، لانه عنده الفرديات اعلى من اي حد تاني موجود، مهما كانوا اللعيبه التانيه محترفين فهي قوه بدنيه، هم شوتر كويسين جدا في الشوتينج والحاجات دي، انما في البلان في الجمل التكتيكيه هم قوه بس. انا بشوفهم يعرفوا يلعبوا كره وياخدوا كره على الصدر ويحجز عليها، وجسمه اقوى منك، حاسس ان هو في الملعب هناك متعود على اللعب في الملاعب اللي زي دي. انما هات دلوقتي المحترفين بتوعهم قول لهم تعالوا مثلا روحوا العبوا في، يبقى جاي اللي يجي واللي ما يجيش، بتوع كاميرون ما جوش اصلا في البطوله، قالك احنا مش رايحين. في حاجات ناقصه كتير قوي احنا كمصريين بنعاني منها، اول ناس دي طبيعتنا. دلوقتي احنا بنلعب بره زي جوه، اتعودنا ان احنا نكسب بره، يعني النادي الاهلي الناس كلها خارجين من الاستاد بيقول لك الجماهير خارجه، تقول لك هناك 90 دقيقه اخرى. انا كنت لسه هسالك ايه الثقافه دي؟ ازاي كيف شاهدت او مشهد الجمهور اللي حضرتك شفته في برج العرب امبارح، وخاصه بعد انتهاء المباراه؟ دايما بيحصل حاجه بتصبرنا واحنا ماشيين. فخروج الناس طبعا في ناس مش مبسوطه، في ناس زعلانه على النتيجه، انما كله بيسقف. فريق كبير، فريق عظيم، اديله روحي يعني ده خلى جسم الواحد اشعر وهو قاعد وبص كده، ده الامل بقى، ده الامل للعيبه يعني، هم
ورا اللعيبه وهم خارجين قالوا لهم احنا وراكم وهتكسبوا الماتش الجاي واحنا عارفين واثقين فيكم وانتوا قد المسؤوليه، لدرجه ان انا ماشي كان في محطات بتكلمني وانا ماشي في الخروج من الاستاد، فبرد بقول ايه جمال الشعب المصري ده، رجعوهم بقى للملاعب يعني بيتحدوا ان خلوا اللعيبه انا حاسس بيهم انهم عايزين ماتش بكره مش عايزين ماتش يوم السبت الجاي، يعني اللعيبه بتاعت الاهلي لو قالوا لهم الماتش بكره هينزلوا ياكلوا النجيله برده بالاحساس اللي هم فيه. هو ده لعيب النادي الاهلي اللي اتربى على البطولات. انا بدي الكلام ده والماتش صعب، مش انا بقول، وانا قلت الكلام ده. جمهور النادي الاهلي يصنع فارق كابتن شريف؟ جمهور النادي الاهلي بيصنع فارق وبيدي مسؤوليه في نفس الوقت، يعني لما بتشوفه بيشجعك بكل ده بيديك كل حاجه، فانت لازم انت كمان تديله كل حاجه، فدي المسؤوليه اللي انا بقول لك عليها. لما بتجيب جول زي اللي جبته في الدقيقه الثانيه ده امبارح، انت ما شفتش، انا كان نفسي اصور لك المقصوره شكلها ايه، مش هقول لك الشعب الثاني شكله ايه. اكبر راس موجوده بطايره في السماء بتطير، وانا ومروان محسن مثلا ما نعرفش بعض قوي بالاحضان وبنطير، ومش حاجات بتبقى غصب عنك انت كمصري الاول مش اهلاوي بس، بطوله كبيره قوي وبطوله عزيزه جدا، وانا حاسس ان هي هتيجي بالتعب اللي تعبناه قوي يعني ما اعتقدش. وبعدين احنا مقابلين شمال افريقيا كلهم، انت مقابل تونس مرتين منتخب تونس والمغرب ثلاث مرات والرابعه يعني انت بتلعب فرقه اربع مرات في بطوله واحده. واقول لحضرتك حاجه، يعني انت بتلعب منتخب تونس ممثلا في النجم والترجي الاقوى يعني اقوى، هم منتخب قوام الرئيسي لمنتخب تونس. طيب. وبتواجه تتفوق وبتتفوق وتونس على اعتاب على اعتاب كاس عالم، وبتقابل المغرب اللي برضه على اعتاد في كاس عالم في الوداد. فاروق ومفيش خلال المباراه دي كلها غير 72 ساعه يعني انت ما بتلحقش حتى اصاباتك وايقافاتك، تلاقي حكم بيدي واحد عشان يحذف اوت زي احمد فتحي يحرمه من ماتش النجم هنا، خدت بالك؟ او هناك، يعني انت عايز ايه من الحكايه؟ عايز انك انت تبقى مركز تماما بقى وعندك ثقه في تاني تايم اللي انت لعبته امبارح. تاني تايم امبارح اللي هو ايه؟ اللي هو كل الملعب بيشتغل، كل الملعب نسي اسمه، وكل الملعب رايح على هدف واحد، ان الحمد لله برضو انا كان نفسي لو قلت لك 0-0 تبقى احسن من 1-1. انا قبل كده بقول لهم دي لو طلعنا 0-0 قبل الماتش بقول لهم يا ريت تبقى 0-0 تبقى احسن، لو ربنا كاتب لنا السما كاتبه التعادل يبقى 0-0 مش 1-1. ليه؟ انت عارف ان انما انت بتقابل هناك التحكيم اللي احنا كنا بنتكلم عنه ده، احنا كنا كل ما بنروح في اي حته نلعب عارفين ان احنا علينا ضربه جزاء، دي بنحسس على اللعيبه من بعيد، احنا كل دور علينا ضربه جزاء امام امام الترجي، علينا انت لازم جزاء اي تاتش ده الكلام اللي بنقوله بقى للعيبه احمد سعد سمير وفتحي والناس اللي هي متعوده دايما ان هي بتلعب بحميه جامده جدا، فلازم تاخدوا بالكم الماتش الجاي ده ان في تربص، في ناس جماهير قد كده في ناس عايزه تتوج في هذا الملعب الا اذا كانت السماء مش راضيه على كل اللي بيحصل في النادي الاهلي. طب كابتن شريف بصراحه احنا عايزين نطلب مجلس اداره النادي الاهلي، نطلب من المهندس محمود طاهر، نطلب من سياده اللي هو شين شمس دخول الجمهور لملعب التتش في اخر تمرين قبل الذهاب الى المغرب. النادي الاهلي هيذهب ويقرر السفر الى المغرب يوم الاربعاء المقبل. بنطلب من قيادات النادي الاهلي ومثلها في مجلس ادارته بالسماح لجمهور النادي الاهلي العظيم، الجمهور اللي بيحرك الصخره. هنجيب لحضراتكم ما حدث في ملعب التتش قبل مواجهه الترجي، وكان الامر مشابه الى حد كبير، كان الاهلي متعادل 2-2 والامور في دفعه نفسيه. هتجيب لحضراتكم طبعا المنظر، الجمهور بيحرك الصخر بيفرق مع اللعيبه بيديهم تحفيز، وحتى الجمهور اللي سافر في تونس والصوره بتاعه التيشيرت قميص النادي الاهلي وروح الفانله الحمراء شيء لا نفقده ابدا عملت السحر، ومجلس الاداره كله كمان يبقى مع الفريق، مش يعني المهندس محمود طاهر هيرقص البعثه ويطلع كل الناس تطلع ويجيبوا لعيبه قدامى تطلع مع اللعيبه ويبقوا جنب حسام بدري وجنب الناس يحسسوا الناس كلها. انا نفسي عايز اطلع، يعني ما مطلوبش ان هم يطلعوني، يعني انا عايز اكون معاهم هناك لاي دعم لاي شكل لاي كلام لاي اي حاجه تبقى الناس قاعده مطمئنه، حتى الجماهير وهي شايفانا احنا هناك بتطمن كمان، احنا واحنا هناك برضو بندي دفعه، الناس بتحترم برضو الفريق اللي جاي ده بكل قوته. زي ما الناس جت النهارده
فرقه الوداد معاهم ناس محترمين جدا وجماهير محترمه وكل حاجه، كل حاجه عدت. وانا شفت احمد فتحي كان تنظيميا صراحه فتحي امبارح بيغير التيشيرت، ده حقيقي، ده حقيقي اللعيبه، وحتى كل حاجه التنظيم مدينا لهم، احنا مدينا لهم مدرج فيه 10000 واحد. طيب صار. احنا معنا على الهاتف الناقد الرياضي بجريده الاهرام الاستاذ احمد الشامي. مساء الخير يا فندم. الخير يا كابتن فاروق، ازيك؟ والكابتن شريف تحياتي ليه. استاذ احمد اهلا بيك يا فندم. اهلا بيك يا فندم، ربنا يخليك يا كابتن. استاذ احمد، حضرتك شفت المباراه وشفت ما حدث من الحكم، عايزين نعرف من حضرتك رؤيتك لهذا اللقاء كيف كانت؟ بص، خلينا يعني نعطي المباراه حجمها الحقيقي، ان ده نهائي، ده طبيعي، نتيجه طبيعيه جدا لفريقين كبار زي الاهلي والوداد وصلوا النهائي، فلازم يعني 1-1 ده نتيجه انا شايفها طبيعيه. نعم. ما فيهاش اي حاجه، بعيدا عن الاخطاء التحكيميه اللي تسببت في ضرر النادي الاهلي، لكن بشكل عام ما عندكش خوف على الاهلي، الاهلي بقى بيلعب، بيقدم، بيوصل، ما عندوش توفيق في اكثر من هجمه، لكن في المجمل الاهلي مطمنك. ده مهم. لكن الحكم، لا الحكم مستواه يعني ما كانش على الهدف، هو كان اضعف حلقه في المباراه. كان مهم جدا ان يكون في حكم افضل من كده في الخط، وتصريحات الاستاذ مصطفى فهمي كانت واضحه جدا النهارده، ان واحد من اضعف حلقات الكاف هي التحكيم الافريقي. ده واضح، حتى كابتن ياسر عبد الرؤوف لسه كان معانا في مداخله وقال ان الكاف اتزنق في الحكام النهائي، والزنقه هي اللي خلت حكام ما هياش من الصف الاول بتسند اليها المباراه النهائيه. بص يا كابتن، ممكن ما يكونش عندك يعني، ممكن الحكم ما يكونش بالصف الاول، لكن يعرف قيمه مباراه نهائي، مباراه ما بين فريقين بيتنافسها على النتيجه الايجابيه قبل مباراه العوده. نعم. الاهلي لو اخذ حقه في التحكيم كان المباراه على الاقل خرجت 3-1. نعم. يعني تحكيميا كان ليها تاثير في نتيجه اللقاء. طبعا. وانا بسترد ان الكابتن فيليب في كلامه لازم يكون في تواجد اكثر للرياضيين، للجماهير، لازم يكون في حشد من مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه المهندس محمود طاهر للتاكيد على ان الجميع خلف النادي الاهلي للفوز باللقب والعوده الى القاهره والتاهل الى المونديال الانديه الجديد في ابو ظبي بالنسختين المقبلتين، النسخه اللي ان شاء الله هتبقى 2018 2019. مهم جدا يكون في طمانينه للعيبه ان الجماهير خلفهم، والروح كمان اللي بتبثها اللعيبه القدامى ووجودهم في المدرجات ووجودهم حوالين اللعيبه بتديهم دوافع معنويه ان هم يحاولوا. استاذ احمد، انا كنت عايز اعرف رايك بس في فرقه الوداد، انا اتفرجت عليها في السيمي فاينل قبل ما يطلعوا الفاينل، مش ده الفريق اللي احنا كنا بنتفرج عليه الحقيقه، ده الفرقه دي جت حاجه هنا تانية خالص يعني، متغيرين تماما. هو المدرب قرا يعني، قدر ان هو يقرا الاهلي. الاهلي كان عامل حاجه مهمه جدا في مباراه الترجي والنجم، هو كان عامل الثغره او الفراغ ما بين خط الدفاع وخط النص، هو الاهلي كان عامل كده، فعلشان كده قدم بشكل كويس وحقق اهداف كثيره في مباراه النجم. اللي عمله حسين عموسة المدير الفني للوداد قفل المنطقه دي، لذلك حضرتك لو شفت لو ركزت في المباراه هتلاقيها رقابه لطيفه، ما بين ما فيش فراغ ما بين اللعيبه، كل اللعيبه متتاليه ورا بعض، فهو ده اللي زاد من الضغوط على لعيبه الاهلي، بالاضافه لعدم التوفيق في اكثر من كوره لازارو او وليد كريلان او حمودي او اجاي، كل الامور دي ما كانتش في صالح الاهلي، علشان كده النتيجه 1-1 انا شايفها نتيجه يعني مطمئنه، نتيجه يعني الاثنين واحده، ما فيهاش يعني الوداد مش هيروح في النهائي عنده باكثر من عنده فرصه زي الاهلي، الاهلي عنده فرصه ان هو يخطف هدف فيبقى في تعادل. النتيجه البث الوحيده اللي اتخرج الاهلي ده التعادل السلبي او الخساره، وانا اعتقد ان شاء الله ان لعيبه الاهلي قادره ان هي تعمل نتيجه ايجابيه، سواء بالتعادل 2-2 او الفوز في المغرب 2-1 ان شاء الله. استاذ احمد، هل تؤيد دخول الجمهور الى مدرج التتش لازر مؤازره الفريق قبل ذهابه الى المغرب؟ انا شايف ان الروح العاليه جدا من الجماهير في الفتره الاخيره ده ضروري ان يكون دافع للعيبه، ووجودهم جنبهم هيطمنهم وبتكون رساله، لان اللعيبه تعود بالكاس وتفرح الجماهير،
مهم جدا ان الجماهير تكون موجوده في الستيتش، مهم جدا يكون في جماهير خلف النادي الاهلي في المغرب على غرار اللي حصل مع الوداد، وجماهيرهم بصراحه قدموا صوره طيبه جدا، ما كانش فرجه على النصر. نفس الوضع من جماهير الاهلي الحاشده الكبيره جدا في الاستاد برج العرب، ما كانش فيه خروج، فدي رساله محترمه باذن الله. استاذ احمد الشامي الناقد الرياضي، اشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه المداخله. بيتكلم في نفس الامور كابتن شريف، ولكن هنرجع ونطلب تاني، يا ريت مجلس اداره النادي الاهلي، يا ريت سياده اللواء شيرين شمس نسمح لدخول الجمهور. انا عارف ان الموضوع بياخد موافقات امنيه ولازم الدنيا تبقى متنظمه، ولكن لا يعلو صوت قبل يعني فوق صوت كلنا الإياب. عارفين كلنا عارفين ان الجماهير قد ايه، من هو ورا السور زي جوه السور، زي خلاص الجماهير بقت حاسه انها في بيتها، بيجوا في اي وقت الناس، واحنا نفسنا بنقابل الجماهير. انا نفسي كنت بشوف الناس اللي محتاجه اي حاجه قبل المباراه اللي فاتت دي، حتى التذاكر انا كنت باخد من التذاكر المخصصه ليا مثلا، او انا بجيبها من اي حته، كنت بجري واديها لهم، عشان اما ما اقدرش اشوف واحد واقف قدام الاستاد او واقف بره النادي الاهلي عايز تذكره ومش لاقي تذكره، وانا بطلع من جيبي بداله بحب وحنان لكفايه انه جه لغايه عندي. فعلاقتنا بعلاقه الجمهور جوه الملعب او خارج الملعب واحده صدقني، واللعيبه عارفه كده كويس قوي، والاجهزه الفنيه كلها عارفه كده كويس قوي. كابتن شريف قبل الختام، هل الاهلي قادر على العوده من المغرب بكاس افريقيا؟ الاهلي قادر يعود من اي حته بكاس افريقيا وبكاس ابطال الانديه العالم وكل حاجه، بس احنا عايزين نبقى سلام جسمانيا. عايز طلب من حسام بدري يهوي اللعيبه دي الاسبوع ده، ما تضغطش عليها، تضغط على عضلاتها. كفايه النتيجه اللي احنا خارجين بيها دي كلها، وبقول لك انت اديت ما عليك انت ولاعيبتك، وبنشكرك انك انت وصلتنا بعد مباراه الترجي بهذا الشكل الجميل، وجعلت اسم النادي يعني مثل النسر اللي احنا بنشوفه ده اللي هو الساين بتاعنا. احنا بنشكرك يا حسام انت واللعيبه والاجهزه الفنيه، وبندعي لك كلنا ان انت تبقى في المباراه الجايه انت فعلا تاني تايم اللي لعبته هنا، الوحش اللي كاتم على انفاس الدنيا كلها، رغم الحكام رغم الجماهير رغم كل حاجه. احنا النادي الاهلي في اي حته بنجيب اجوال، وهنشيل الكاس باذن الله. كابتن مصر والنادي الاهلي وروبرت دينيرو الكره المصريه كابتن شريف كتير علينا كده، شكرا بشكرك يا فاروق. لسه مكملين مع حضراتكم بعد هذا الفاصل، استقبل لضيفي الناقد الرياضي الكبير استاذ احمد ابو الخير، ما تروحوش بعيد، نادي الاهلي حديد في حديد.